قلت انا البنات يلاه دخلت ندير في هذا الكاس اللي عزيز عليا، غندير شويه القهوه، غندير معاه هذه مادلين. انا مادرين اش غنقول لكم، راه كنتسطى عليه ونعبل عليه، رطب رطب وجل البيض واعره 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 بزاف. الله يلا رطبا زوينه، انا فريمون ما نكذبش عليكم عجباتني. رجعت معكم البنات حيت ان شاء الله بغيت ندير واحد الصابلي فيه هذاك الشوكولا. فوالا دابا خليت الزبده تذوب على خاطرها. هنا عندي المايزينا، عندي الدقيق، عندي هاد لاغوم ديال الفاني، هذا هو اللي كنخدم به انا، ما كنخدمش بهذاك سكر الفانيل. مره فرانشمون مره هذا كيجيني زوين في واحد البنه زوينه. غندير شويه ديال الملحه وسكر كلاصي، انا كيعجبني سكر كلاصي نخدم به حيت لاحظت كيدوب ليا دغيا، ماشي بحال السكر سنيده. فوالا ان شاء الله ندير الخليط وغنديرو فهاد لومبورت بيس كي شفتو، هذا زوين، هذا اللي كومونديتو من انترنيت. عرفتو قداش راه تبارك الله، قد صبعي كبير تبارك الله، وفي هذيك الحله ديال كبيره. دونك هنا عندي هاد سميتو ديال باتيسري صافي، وجدت لاطا غنجي نحطها هنايا حدايا. ومنين نبدا ندير الشكيل ديال الصابلي نرجع معكم وغنوري لكم بما خلط هادشي مزيان حيت كيبغي يديه بجوج. صافي هادشي اللي كاين. ساليت هذاك الشكيل الاول، دابا غنوجد ان شاء الله الشكيل الثاني. شفتوا هنايا وجدت كاع المقادير، انا غندير معكم نقول لكم هذه المقادير اللي درت هنايا ديال الصابلي اللي غندير فيهم بحال دوك الشكيلات اللي درت في العيد الفطر ديال الخميسات، ولكن ما غنديرش الخميسات بلاتي نعطيكم المقادير ونوري لكم ابخي داكشي اللي حدايا. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده دائبه، كي شفتو هنايا دايبه مزيان بحال بوماده باش نخدمها مزيان دغيا. هنايا عندنا 150 غرام ديال السكر، اللي فيه السكر ينقص شويه، ما يديرش 150 يدير غير 90 غرام، حيت هذا لاغوم ديال الفاني فيه سميتو فيه سكر بزاف. دونك عندي بيضه وحده، هنا عندي جوج معالق ديال لاغوم ديال الفاني، هنا عندي جوج معالقات ديال مايزينا، وهنا عندي 520 غرام 520 غرام ديال الدقيق. وكي كنقول لكم ديما ديروا تي 45 الا بغيتوا ديروا لا باتيسري. فوالا دونك هنا وجدت البلاطوات ديالي باش يجيوني هذاك الصابلي هنايا، وغنوري لكم الشكيل الزوين وحمقت عليه ملي جاني
ديال الحولي، حيت غندير لو تيم ديال الحولي، حيت ان شاء الله بغيت نصيب صابلي العيد الاضحى، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. وغندير هاد الشكيل حتى هو، غندير غير واحد حيت بغيت نشوف كيفاش غيجيني، باش بلو طار ان شاء الله ندير بحال لانيفيرسير دابا اللي جاي ديالي وداكشي، بغيت نشوف كيفاش غيجي. فوالا دابا ما غنديرش منه بزاف، غندير واحد بحال هكا، وهذا هو اللي غندير اليوم. فوالا، ومع راني كنحمق على الغوز غندير هاد لاباط سكري فوق منه، غيجي واحد الشكيل زوين. وبغيت ندير واحد الشكيل اخر، هذوك المدورين اللي درت في العيد الفطر، اللي درت فيهم واحد شويه ديال الشوكولا وديال اللويزه، هذاك اللوز حطيت فوق منه. تقدروا ديروا الكركاع ولا ديروا اي حاجه. دابا انا ما عنديش الكركاع وما بقاش عندي اللوز، حيت ديجا خدمت بهم. ان شاء الله حتى نمشي نتغدى توتالوغ ولا غدا. دونك هادشي اللي غندير دابا، غنوجد هادشي، وجبدت هذا تا هو باش نغطي هذيك لاباط سابلي. صافي ان شاء الله ملي غنخلط هاد المقادير، حيت ديجا شاركت معكم وندير لكم ان شاء الله في لا باغ دانفو، غندير لكم المقادير ولا فيديو وندير لكم لا فيديو خطوه بخطوه، باش تكونوا تابعين لا غوسيت مزيان. فوالا دابا غنخلط هادشي ورجع معكم ان شاء الله. فوالا دابا درت لهم هذاك لومبورتو بياس، دابا فرشتهم في هاد اللاطا وغندخلهم. درت الفران يسخن، واو عرفتي ملي كنشوفهم شحال زويونين وحق الله العظيم. دونك غنديرهم ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 الفران، وان شاء الله نرجع معكم لي يطيبوا. دابا غنكمل هنايا لاباط ديالي ورجع معكم ان شاء الله. دونك دابا اش غندير؟ دابا هادو غنخليهم حتى نخرج ناخذ الشوكولات والكركاع ولا اللوز، وغندير غندير بحال العيد الصغير. وهادو بحال هادو، كي اللي غندير الشكيل غندير بها لاباط سكري غنديرها فوق منها، غنعطي واحد الديكور. وهذا تا هو غندير ليه لاباط سكري، وسينو غنشوف كيفاش، واش ناخذ باغ اكزومبل هذا وندير النص ديالو ندير فيه الشوكولات، ولا ما عرفتش باقي، ما عرفتش فريمون بالضبط اش غندير. دونك دابا عندي شكيلات بزاف بزاف بزاف، دونك جو سي با اش غندير والله باقي ما عرفتش. دونك شي وحدين غندير لهم لاباط سكري، وشي وحدين غندير لهم الشوكولات باللوز، ولا ما عرفتش باقي ما عرفتش فرانشمون. حتى نخرج وناخذ هذاك الشيء اللي خاصني ونفكر مزيان. فوالا فوالا كي جاوا، درت لهم هاد العوينات فرانشمون والله العظيم عجبني بزاف، ودرتو في هاد البلاطو اللي كيحمقني. فوالا في الاول كنت باغا ندير الابيض، هاد الباتا سكر البيض، ما ماشي مشكل. انا كومونديت واحد الطبع باش يدير لي واحد الكتبه هنايا، حيت ما كتقدريش بالموس ولا شي حاجه، كومونديتو تعطل عليا سورتو مع هادشي لي طارين لي ليفريزون كيكونوا معطلين. باقي عندي بزاف ديال لي ليفريزون باقي ما جاوني والو، الا هذاك اللي وريت لكم صنداره غوتشي هذيك النهار، وجاوني شي حويجه حتى هما كومونديتهم ديال الصيف. جاتني اللبسه ديال العيد الحمد لله بعدا جاتني حمدت الله، وباقي شي حوايج باقي ما جاونيش. بون غنصبر غنصبر وصافي، ما عندي ما ندير. دونك كي شفتوا كي جاوا هاد لي صابلي، جاوا واعرين الحمد لله، صدقوا لي زوينين. وباقي ليا الاخرين غنديرهم بالشوكولا، وهادو غنتسنى الطبع باش نديرهم، وتقدروا ديرهم في سوبيرا وتخليهم. فوالا، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا النهار جديد. الوغ اليوم صبحت عليكم في البيت ديالي، حيت بدلت هاد الدغا، بدلت هادوك تا هادوك لي دغا ديال تانا لي تيدوغي ديال الناموسيه ديالي. فوالا درت شويه لابوسيغ هنايا في الجناب، تا هنايا حيدت شويه ديال لابوسيغ، دوزت سبيراتور تحت
تحت الناموسيه ديالي. فوالا دابا غنخليه هكا، غنخلي الطايره هنايا كي كتشوفوا معايا حليته مزيان. فوالا هاد الصباح، هاد الصباح باقي كاع ما فطرت. دابا يلا غنمشي نفطر، خليت هادشي تايغه الدار كل واحد في الصباح. كاين واحد البرد ما نعاودش لكم على مزيناتو، مي غير صافي كتبدا 11 12 كيبدا يسخن الحال، وما كنبغيش نخلي الشراجم محلولين. دونك دابا هادشي علاش صبحت على البيت ديالي، بدلت هاد لي دغا وهاد لي تيدوغيه وداكشي باش يتايغه على خاطرو بما فطرت. وملي نفطر ان شاء الله صافي، حيت انا ما فياش هذيك غير نفطر، غير نتنا غير نفيق ونفطر، ما كنقدرش. المعده ديالي يلاه يلاه فايقين، وغير بشويه بشويه داكشي كيدور. فوالا دابا انا درت الفطور راجلي، مشى الخدمه صافي، ايغيت الدار كلها صافي. دابا غنخلي البيت يتايغه، ودابا غنمشيو هنايا نصيبو الفطور. كي كتشتوه معايا هنايا درت هاد القهوه، دابا غنلقى واحد الكزازه ديال القهوه في الصباح، درت هاد الكريبه صافي. منين سالي ان شاء الله نرجع معكم. فوالا رجعت معكم، خرجت دغيا دغيا، مشيت غير للمكازا اللي فيها هادشي، باقي ما مشيتش للمكازا اخرى، ما لقيتش داك الشوكولاته الكحل. دونك غنوري لكم داكشي اللي لقيت. غنبدا بهذا، قلت لكم كان خاصني اوبليغاتوار باش نكمل هذيك الحلوه. راه خديت جوج، هادو فيهم 100 غرام. فوالا انا بحال هكا 200 غرام تقدلي. خديت هاد بابي كويسون، حيت راه شفتو راه كنستعمل بابي كويسون بزاف. خديت هاد لي صوص، فرانشمون شفتهم قلت نيت مع العيد جاي غيكونوا لي بروشات وداكشي، قلت غنشريهم. هذا ديال الباربيكيو فيه بحال الحلاوه، وهذا صوص امبرغر حتى هي كيعودوا عليها زوينه. دونك ابري هذاك الشيء ديال لا ديكوراسيون، لقيت هذا ندير بحال الديامون، كديري فيه هاد الشميعه. انا عندي الشمع بزاف، بلاتي نوري لكم هنا في هاد القابيطه كنجمع بها داك التخربيق. فوالا ها هو عندي هنايا باكيه وباكيه لتحت. دونك شريتهم، شريت جوج غنحطهم واقيلا في البيت ديالي، حيت فيهم واحد المنظر واعر. فوالا خديت جوج حيت هما اللي بقاو في لو غيون. فوالا زدت هذا، فيما كنخرج كناخذ الصابونه ديال دوف حيت هي اللي كتلاق ليا لوجهي، زعما لو كور ديالي كلشي. هذا شريت هاد الدوف حتى هو ديال الكوك، شريتو ديال غسل اليدين، شريت هاد الديودورون لراجلي، وهذا راه شفتو التخربيق. فوالا هادشي اللي كاين. دابا غنديزانفيكتي كلشي قبل ما ندير معكم لا فيديو، وان شاء الله غنجمع كاع هادشي ونرجع معكم. فوالا كي جا داك اللي وريت لكم قبيله، واو جا واعر. درت لي هاد الشميعه ديال الفريز، وجا مع الديكور ديالي نيت، جا زوين. انا رجعت معكم البنات من بعد صافي، مشيت جبت الشوكولاته وداكشي. هنا عندي هاد لي موتون هنايا، وهادو درتهم وريت لكم لا فيديو قبل، حتى انا لا فيديو وريت لكم قبل ملي درتهم. اونسويت هنا عندي القرقاع، وهنا دوبت شويه ديال الشوكولا نواغ مع شويه ديال الزبده. ها هو الشكل النهائي كيفاش كيجيوني. هاد المره درت ليهم القرقاع، ما درتش اللوز. دابا ان شاء الله غنسالي هادشي كله وغنسد معكم الفلوغ. بسلام عليكم.